من ريف دمشق معي حازم الشامي مراسل مركز دمشق الإعلامي. مساء الخير، أهلا بك معنا حازم. إذا رغم أنه هي من أربع مناطق سورية تم التوصل إلى اتفاق خفض التوتر فيها بمايو، نتحدث عن هذه الكارثة، تفاصيل إضافية عن الوضع في الداخل. نعم، مساء الخير ميسون. طبعا في الغوطة الشرقية منذ بداية حصار قوات النظام السوري واشتداله بعد سقوط أحياء دمشق الشرقية برزة والقابون وتشرين تحت قبضة قوات النظام بدأ الحصار. طبعا اليوم في الغوطة الشرقية توفي طفل نتيجة نقص الغذاء، بالإضافة إلى أيضا استشهاد طفل في الأمس في مدينة دوما نتيجة أيضا نقص الغذاء والدواء. في كل يوم يسقط ضحايا من المدنيين في الغوطة الشرقية. أيضا أعلنت رابطة الصيادلة في الغوطة الشرقية عن نفاذ المخزون الدوائي بشكل كامل من الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى النقاط الطبية، وخاصة يعني بعد استخدام الأدوات الجراحية لأكثر من مرة في علاج المصابين. طبعا هذا السبب الذي ازداد بسوء الأحوال المعيشية في الغوطة الشرقية بسبب كما ذكرنا فقدان المواد الغذائية وأيضا استخدام المستلزمات الجراحية لأكثر من مرة للمصابين في الغوطة الشرقية. طبعا أيضا ناشدت رابطة الصيادلة بعد إعلان نفاذ المخزون الدوائي الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفك الحصار عن المحاصرين في الغوطة الشرقية وإدخال أدوية وأيضا مواد غذائية وحليب الأطفال، وخاصة يعني بعد أن توفي في الغوطة الشرقية ما يقارب ستة أطفال نتيجة حصار قوات النظام السوري. أيضا يوجد ما يقارب 10 أشخاص سقطوا من الأطفال نتيجة الأمراض الأخرى التي حصلت في الغوطة الشرقية، في ظل يعني وجود ما يقارب 500 مصاب بمرض السرطان في الغوطة الشرقية. أيضا مرض الفشل الكلوي لا زال متواصل في الغوطة الشرقية. أيضا ارتقى أحد الأطفال في الغوطة الشرقية في الأمس كما ذكرنا لا يتجاوز عمره السنة نتيجة حصول أو نتيجة نقص الأدوية وأيضا المستلزمات الطبية وأيضا نتيجة حصار قوات النظام وفقدان حليب الأطفال. طبعا الوضع في الغوطة الشرقية كما ذكرنا حتى من ضمن من ضمن المعاناة، يعني غير أن فقدان حليب الأطفال كما تحدثوا بأطفال الذين يعانون سوء تغذية حاد لأن أمهاتهم أصلا ضعيفات ولم يعد بإمكانهن الإرضاع. نعم بالفعل، يعني كما ذكرتم الأطفال يعني في الغوطة الشرقية منطقة المرج لوحدها يوجد 120 طفل مصابين بنقص تغذية، يوجد 40 طفل أيضا في منطقة المرج مهددين بالوفاة نتيجة حصول معهم أمراض جفاف. أيضا لدينا 250 حالة جراحية بحاجة إلى الخروج إلى مشافي العاصمة دمشق، وهم بحاجة فورية إلى الخروج إلى مشافي العاصمة السورية دمشق. أيضا أعلن مركز رحمة لعلاج أمراض الدم وأيضا الأورام الخبيثة عن وفاة 10 أطفال وأيضا 7 نساء و10 أشخاص من كبار السن نتيجة إصابتهم بعدة أمراض. طبعا هؤلاء سقطوا ضحية الحصار، بالإضافة لوجود كما ذكرنا 250 حالة بحاجة إلى الخروج الفوري إلى مشافي العاصمة السورية دمشق. نعم. طبعا في الآونة الأخيرة ميسون أدخلت الأمم المتحدة بعض القوافل الغذائية إلى الغوطة الشرقية إلى مدينة صقبة، بالإضافة إلى بلدة كفر بطنة، لكن لاحظنا غضب شعبي لسكان هذه المناطق باستقبال الأمم المتحدة بلافتات كتب عليها المدنيين يطالبون بفك الحصار وليس إدخال مواد غذائية لا تكفي لأسبوع واحد لسكان الغوطة الشرقية أو لسكان عدة مناطق في القطاع الأوسط. أنا أشكرك جزيلا. من ريف دمشق حازم الشامي مراسل مركز دمشق الإعلامي.